أنا رئيس جمعية مرضى السكر فترة 4 سنوات، وكان خاصة بالوليدات، لا وخاصة بالوليدات، وكنا في فترات نقدموا إعانات اجتماعية للمرضى خاطر عندهم مشاكل في الخدمة واحد، وكان يعملوا دي كولوني دو فاكونس في الصيف للصغيرات، كان سي محمد عطلة هو اللي يمشي معاهم كطبيب ويشرف عليها وقتها، وكنا كل عام نعملوه. تو هاني كنت نزل فيه سي محمد قال لي راهي تلاشيت ومشيت وناس تقدموا نحن نوخر ان شاء الله وربي يفرج عليه سي خميس، وديما انسان ضحوك وين تخزر تلقاه يضحك سي خميس. اللي احنا صغار الساعه نمسوا كروشنا قدامه باش ما نظهروش سمان، لانه ديما يعمل لنا ملاحظات على السمنه، وكي يمدوا له حلو في العيد وكل شيء يقول ما فماش وريقه خس اشترك على طماطم، علاش ديما تدوروا في الحلو؟ وديما ينصح، ديما ينصح حياته كامله كأنه رسالة الطب هي رسالة يومية يمارسها في حياته العادية في حياته اليومية. كذلك أي قروي يمشي بحذاه لتونس يدو ميتاريف يا مخلصش عليه، فهمتني ولا، يفرح بيه بالكدا. ومع التغذية كيخدم غادي رقدوا فيه برشا شباب قراوة رجعهم كذا ودواهم من مشاكل متاع غدد وكذا، كان السودان 100% معناها يعطي روحه 100%. ونتذكروا سيدي عبد القادر المصيف متاع مرضى السكري، وكون برشا ممرضين اختصاص سكري كما سعد الله كما لطفي العبيدي كما غيرهم من العائله اصلا. قروي صحيح، على خاطر انا باش نعرف انسان قروي اذا كان عمل حاجه في بلاده، هو بخلاف اللي كعمل سيدي عبد القادر كان معناها هذاك عنده قيمه كبيره، خاصه لمرضى السكر، كانوا مرضى السكر وكانت فما سيرفيس دونتير في وسط سيدي عبد القادر، وهو اللي معناها كانت وازع باش طب السكر الامراض السكر معناها تحسنت ياسر في القروان. فنطلب له الشفاء وان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يخليه يا شيخ ميس. هو طبيب ومختص، فهذا كانني اضيف الى الماء ماء، فما قيل في هذه الناحيه يعني يكفي وزياده، هذا رجل معروف في ميدانه. اما عرفت في الرجل شيئا اخر، ربما هو معروف عند كل الناس، ولكن ان الخصه في جماع القيم الرجوله، جماع قيم الرجوله، هذا رجل لا يضحي بالنسبه الى الطب فحسب، بل الذين يعرفونه عن قرب يعرفون مدى تضحياته في جميع مجالات العمل ومجالات من الانشاء والتعمير. ثم ان الرجل لم يكن مؤمنا بالجهوية مثل ما قد يتبادر إلى الذهن، بل كان حيثما ذهب يريد أن يؤسس شيئا، يريد أن يؤسس شيئا، إلا أن الظروف يمكن واتت وأصبحت ملائمة في القيروان ليؤسس شيئا يدوم إن شاء الله، يدوم بحول الله. وأن الأستاذ يظل دائما أبدا أنموذج للرجل الناجح الذي يؤمن بالقيم ولا شيء غير القيم. أنا أتمنى له الشفاء في هذا اليوم وفي كل يوم، لأن أولا الجلسة معه راهي دائما أبدا فيها فائدة، سواء في الأمور الاجتماعية حتى ما نسميه نحن بالأنتروبولوجيا وما إلى ذلك، يحدثك عن القيروان كأنه يحدثك عن نفسه. سي خميس عرفته معناتها كأستاذ في علم التغذية والسكري، وأستاذ ذو قيم معناها علمية أخلاقية نبيلة معناها، ومعناها حتى الجلسة معاه معناها تكون شيقة برشا، وكان فكاهي وموسوعة كما ذكروا الأخيين معناها، وحبيناها معانا باش نشوفوها ويشوفنا ونتذكروا أياماتنا كما يقولوا في الملتقيات معناها، كنا العلمية والمؤتمرات معناها العلمية كنا نتلاقاو برشا. نتمنى له الشفاء ونسلموا على عائلته جادة برشا. بارك الله فيك. شكرا، صباح الخير الناس الكل. يسعدني ويشرفني أن أكون في القيروان بين زملائي وعائلة الأستاذ خميس النجاتي، وبالنسبة هذه خممنا أن نكرموا الأستاذ الكبير خميس النجاتي اللي غني عن التعريف، الناس الكل تحدث عليه، معروف سي خميس على المستوى الجهوي والوطني والعالمي. سي خميس النجاتي من أحد مؤسسي الاتحاد الدولي منطقة الشرق الأوسط للسكري. سي خميس النجاتي كان حتى رئيس الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط،
وشيخ ميس النقاتي معروف على المستوى العالمي، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي، وقام بعدة أعمال. بالتالي ما تبرش علينا الفرصة هذه باش نقدموا باش نكرموه، هو تكريم معناها حاجة رمزية، لكن الرمزية ساعة ساعة عندها أهمية كبيرة، لأن لازم نتذكروا الناس اللي خدمت في البلاد هذه وخدم في بلاده وخدم للجهة نتاعه وللوطن نتاعه. بالتالي شيخ ميس يستحق، وأنا بالمناسبة هذه باش نقدم معناها يعني هدية رمزية للعائلة نتاعو، مش كي للعائلة نتاعو، راهو للعائلة نتاعو، لكل المجتمع الطبي وغير الطبي وكل الناشطين في السكري في القيروان، وكذلك الناس اللي عرفت شيخ ميس على المستوى الوطني والعالمي. راهو نحب الجائزة هذه راهي مش معناها رمز باش نكرموه على كل المستويات، مش على المستوى العائلي فقط. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.